بلال. هميلة بلال دبل كانا، مرحبا بك. السلام عليكم أستاذ، تحياتنا ليك ولكل المتابعين في هذا اللقاء، في هذا البث المباشر. شكرا على هذه الاستضافة وبارك الله فيك. لا بارك الله فيك انت، هالشي ديرو، لانه لو ما درت واش راك، واش درت واش راك دير ثاني، والناس ما على بالهاش، ما راك معنا ضيف. هذاك انت فارض روحك. ايوا شكرا لي. بلال هميله من ولايه تبسه، وبالتحديد من بير العتر، بلا مشريعه، من بلديه الشريعه. تمام، بلديه الشريعه راهي بلاصه واحده صح. نحبوا الناس الشريعه احبابي، وبلديه مجاهدين، وعائلات كلها عائلات ثوريه. على هذا اللي ما نتفاجئوش لما نشوفوا بلال دوبل كانو، يعني زوج مدافع ماشي مدافع واحد. دار شيء اللي راح نكتشفوه. نذكر بلال انه انت كنت مغني راب، كنت صغير في 2017 لما داوك اول مره للحبس، درت 3 شهور، زاد في 2019 ضربت فيها 6 شهور، زاد في 2020 6 شهور واحده اخرى، وفي 2021 ضربت فيها شهرين في مركز عنتر تاع المخابرات، وين تم تعذيبك مدة شهرين كاملين. ولما تلقوك وباش ما تروحش للمحاكمة، كانوا مبرمجين المحاكمة، اغتنمت الفرصة باش حرقت على البوطي كالكثير من الجزائريين. أنا هذه لخصتها هكذا. في جويليا 2022 دخلت إسبانيا و تعذبت وتمرمت وقاسيت، ما كانش دعوة سهلة، وملفك صحيح، خديت اللجوء السياسي منذ بضعة أشهر. هذا هذه خلاصة، ولكن محبين تفاصيل بلال. هلا بلال، كيفاش كانت البداية مع الراب؟ شكرا استاذ على هذه الخلاصه المهمه. راح نحكيه لخوتنا باش يعرفوا باللي رانا كنا في واحد البلاد يا لطيف بصراحه. والبدايه كانت صعبه جدا جدا جدا، يعني باش تدخل في هذاك الشيء خاصك تقتنع انه راك هالك، يعني خاصك تحط في راسك باللي انت راك بديت خلاص، ما كانش الرجوع، وعارف باللي النهاية دائما توقعها باللي راي نهاية قاسية جدا. وكما يعرف شحال كان في عمرك كي دخلت الراب؟ كي بديت الراب؟ أنا أستاذ الراب بديته بكري خلاص، وش هي 2016 2017 رانا تسمى هذاك، ونخرجنا قد للناس. رانا كنا قبل كنا غير مش معروفين برك. أنا في العشرينات، وكنت في العشرينات من عمري ولا أقل، حتى من عمري 17 سنة، وأنا غير تبع ونكتب مع، كنا نتبع اخونا لطفي دوبل كانو، هذيك الفرقه الوحيده اللي كانت تتكلم، وكانت يعني احنا استاذ كما تعرف الراب عمره ما كان غناء يرقص العباد ولا يزهي العباد. الراب راه كان يدافع على قضايا كما شفتوا بكري، كان يدافع على قضايا العنصريه، كان يتبع على قضايا باش توصل صوت الناس. للاسف اليوم الراب في الجزائر راهو ما كانش خلاص. انا طبعا ما كان لا صحافه لا سياسه لا والو لا راه الراب. الوغ دونك قبل سن 20 بديت ديجا يعني بدينا نكتبوا الكلمات، شكون يلحن لك؟ ما كانش استاذ المشكل وين، انه الراب لكن كتب لك شخص فانت فنان فاشل فاشل جدا، ثاني ما عندك وين راح توصل، لازم تعيش هذيك اللحظه. مستحيل تكون، علاش قلت لك انا الفنان او لازم يعيش هذيك اللحظه باش يقدر يكتبها ويقدر يوصلها للناس. انا ما نقدرش نقول للناس راني دخلت الحبس وانا ما دخلتش ونكتب دخلت الحبس وكذا، وما هذه كذبه هذه. ما انا لازم هذاك الشيء اللي راني نعيش فيه نكتبه. وانا كما قلت لك نسكن في بلديه الشريعه. بلديه الشريعه راهي منطقه ما فيها والو، ساعات يغلط
ساعات يغلط الوالي يفوت من ثم يغلط يقول لي اخي هذا البلاصه لما شكون تابعه هذه تبعتنا يقولوا له لا سيد الوالي هذه راهي ما تبعتنا ما فوت يروح واحد المنطقه لا فيها ما لحد الساعه رانا 2024 ولا قريب في 2025 لو كنت تروح ثم ما تفهم والو تقول انا وراني وراني يا جماعه هذه بلاد ولا وش هي المهم ما قدرناش نسكت ما قدرناش نسكت وشفنا انه الشعب الكلمات انت تكتبهم كما قلت انها نابعه يعني من اكيد اكيد والالحان شكون اللي لحن لك كان اللي لحن لك لحن واحد ثاني لا لما انا احيانا نلقى صعوبه في التسجيل في التسجيل فقط وما كان ما كانش اللي يلحن لك وما كانش اللي يكتب لك وما تقدرش تسمح لواحد يكتب لك ولا واحد يلحن لك هكا كما قلت لك راح ما درتي والو تحس بهذاك كلش من عندي وكما قلت لك كينا كي دخلت عالم التنديد بالنظام وفضح النظام دخلت على قناعة واحد ما تسك باش واحد ما يكتب لك عمال عليك وحدك دخلت على قناعة دخلنا ديريكت حسينا انه هذاك الشيء رانا مجبرين نديروه لانه ما كانش اللي راه مش راه يجي واحد من برا يدافع عليك لازم انت تدافع على روحك وتجيب وتتكلم باسم خاصة كي تشوف بعينك هذاك اللي اعتقلوه وهذاك اللي ضربوه وهذاك اللي دولوا حقه وهذاك اللي دخلوا له الدار رهبوا له عائلته وكذا ما لازم لك تتكلم ما احنا ما ولفناش بالسكيت ما عندناش ما نسكتوش اذا كما قلت لك انت عرفت هذه المداهمات على البيت اول مره كانت في 2017 اه 2017 الكميه اللي وصلتك للزنازن ووصلت للبوليسيه يجوا يوقفوك وحكينا كيفاش تمت من الغنيه للتوقيف للسجن حكينا انا كان انا المنزل تاعي مش بعيد على الشرطه بصراحه على مقر الشرطه كانت اول اغنيه انا شفت لها كتبتها كانت قاسيه جدا وكلمات جريئه يعني واش قلت فيها احنا ثم تكلمنا على التزوير وعلى كيفاش الشعب ما ينتخبش وتجي انتخابات وحدها وكيفاش هذا بوطفليقه ما كانش وراه يحكم وتكلمنا على السعيد خوه يعني انا في الاغاني تاعي كنت نذكر مباشره للاسامي تاع المسؤولين مش قال وزير الفلاني ولا نتكلموا طول على الاسامي على ما باش تعرف باللي اغنيه هذه ديريكت راهي اللي خرجتيها عارف الاخره تاعها ماشي مليح ايوه دونك خرجت الاغنيه هذه اللي تكلم فيها على بوتفليقه صح 2017 كانت انتخابات تاع البرلمان وكان بوتفليقة دار الموندا الرابع تاعو هو غايب هو ما كانش دارها هو ايوه خرجت الاغنيه هذه واش وين غنيتها وكيفاش سمعوا بها هذيك هي المشكله وين غنيتها انا كتبتها لحنتها وما لقيتش وين نسجلها هي كاين استوديوات لكن لما نتذكر لما تدخل راح علينا لطفي لطفي بلال شوفوا هذا سابوتاج هذا سابوتاج ما ليه سي شوفوا له بلال واش اللي صرا انقطع البث تعاود تقدر تعاود تدخل ديريكت عاود تدخل الدنيا صح لحظات ويرجع لنا بلال دوبل كانون في انتظار ماذا نسمعوا المقطع اللي وصلوا مركز عنتر وضرب شهرين تعذيب ويحكينا كيف يستمر نعم
نعتذر استاذ علي. مرحبا بك مجددا بلال. ايوا قلنا سيدي دونك كنت تروح تحب تسجل في استوديو واش يصرى يا سيدي؟ نروح نسجلوا في استوديو غير نبدا في الغناء. السيد يقول لي حب ترحم ولدي. ما تتسجلش يا ولدي. يقول لي نقول له يا راجل نخلصوك رانا ما نجينا هنا. لا يقول لي مش قضيت خلاص ولا هذه يا اخي هذه راح تديني بسنوات سجن. يا ولدي هذه راه على جال البلاد. انت راك ولد بلادي ولازم انت تتعاون وانا نتعاون باش نطلعوا هذه البلاد المنكوبه. يقول لي لا اخويا راني ما نقدرش. يا طيب نزيدو نبدلو روحو لاستوديو واحد اخر. مرحبا اخويا لاباس. نبدا في الغناء. يقول لي لا الله يرحم والديك. يقول لي هذه ما اقدرش يا ولدي. انت راني ما انا لا راح نتورط مش انت. لا يقول لي انا عندي ولاد ويبدا يحكي لك في حكايته وانا ما اقدرش. هذيك تاع ما نقدرش على فكره هي اللي خليت بلديه الشريعه ولا ولايه تبسة في هذيك الحاله تاع ما نقدرش. دا تقدر يا خويا. ماشي غير الشريعة الجزائر كاملة هكذا وطابوا الناس طابوا خاصة زاد القناة أكثر وأكثر. أكيد 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 هي الجزائر. والله غالية الناس ما هذا. المهم كيفاش غنيتها وكيفاش حتى جاو داوك عليها؟ كيفاش وصلت حتى غنيتها؟ مشيت حتى الاستوديوهات بعيدة جدا. ما كلاش نجبدوا البلاصه تاع الاستوديو تاع السيد هو قبايلي. والقبايلي هذاك قبل قال لي مرحبا. قال لي ريسكي معاك اخويا ماشي مشكل. دخلنا سجلناها. شوف ضربتها من الشريعه حتى بعيد 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 بزاف. سجلتها وعاودتها زيتها وروحت البلاد. طلقت الغنيه مشيت الغنيه شافوها خاوتنا ثم بارطاجاوها من وصلت اليوتيوب. حطها في اليوتيوب. حطها في اليوتيوب اسمها دزاير تحت السعيد. تما اسمها ديجا العنوان تاعها قضيه جزائر تحت السعيد. اي جزائر تحت السعيد. من بعد فصلت حتى وصلوها في قناه ضمن المغاربيه في هذاك الوقت وطلعنا هنا ولات مشكله. هنا ولات مشكله. نتذكر كان عندي محل في بلدية الشريعة. كنت نبيع مواد البناء حتى دخلوا علي للحانوت. ما انا كنت نشفر نتذكر اني كنت واقف. اروح اطلع سلام. مشينا ثم بدات التحقيقات وشكون كتب لك ولما نتابع وما تفهم والو. واحد يقول لك لا هذا مخزن هذا يقول لك الموساد الاخر يقول لك مالي الاخر. يا ولدي مع الضرب تقول له هي تقول له اخويا انا تابع لهم كله طينا برك. المهم هاك تعرف استاذ باش تفوت باش يحاكمك وتدخل الحبس فما دار والو. اذا لازم يخليك ثم بدون محاكمه. انا فوت قداش من مره ومقداش من عام بدون محاكمه فقط. قعدت 3 شهور في هذه الحكمه. حاكموك ولا ما حاكموكش؟ كانش محاكمات. هذيك الحاجه اللي كان ما تفهموش. لحبس احتياطي ولا اختطاف والا ما فهمناش. انا لحد ولا اسر لحد الان. انا نتذكر انه شيء مازال حتى المحامي ما عنديش حق في محامي بدون لازم تعرف من المحامي. 3 شهور حبس وخرجت. خرجنا مع الباب. قال لك يا شوف قال لك راك تزيد تعاود راك تلوم غير روحك. قلت والله يسهل. ما تلومش. المشكل وين زدنا؟ ذكر كنا فوق برك ولينا زدنا حاقدين على كلش. ايوه. عاودنا ضربناهم مره اخرى وزيد كتبنا وزيد رجع سفري باش تسجل مع المره الاولى. ما كناش معروفين بزاف. درك عارفين شكون هو هذا السيد. درك من الباب ما يقولكش سجل يقولك يا اخويا لا. فلان لا تقول لا لا لا. دونك صاي عرفونا صح. الحقنا 2019 زدت حكمت وضربت فيها 6 شهور حبس. الغنيه اللي دخلت عليها وكيفاش تمت وكيفاش حدا جاو ليك وكيفاش ضربت فيها 6 شهور عليها. الاغنيه هذيك نتذكر انه كانت عنوانها كنت بعنوان تبا للنظام.
تبت النظام. أذن لهذا النظام، أذكرنا فيها الشرطة وذكرنا فيها، يعني في كل مرة نتفكر حاجة جديدة. يعني أنا نقول لك شكون يكتب لي الغنى، شكون يكتب لي، وهما يكتبوا لي الغنى بالحقرة تاعهم وبلوحة تجي من الأفكار. درك لما يضرب بوليسي خلاص درك أو كتب لك كستر هذاك بوليسية يضرب العباد، زيد لما يسبك الآخر زيد كتب له سبك الآخر. هما اللي راهم يكسبونا في الغناء تاعنا، هما بعد راهم يكسبونا في الغناء. ايوا خرج الاغنيه هذه خرجناها واتصلنا بخونا هذاك الاول وزاد سجل وقف معنا عدنا عدنا رجعنا المره هذه من الشارع ديالك. ما عرفوش السيد اللي سجل عنده؟ لا ما عرفوش، حنا نموت وما نقولوش راهم يعرفونا خوتنا اللي كانوا يبعثونا على الصفحه وعلى مسؤولين وكذا وما صادرنا، ثم نموت وما نجبدوش لعبادنا ابدا ابدا نموت. ما فيهاش انا شحال عندي عندي دركه ما عارف قداش واجبدوا من عندي ولا شيء، لازم تكون رجعوا داوك. زادنا مشينا ضربنا فيها وش كاتب ربي، لكن المره هذه مختلفه جدا عن المره اللي فاتت. ايوه المره هذه غلقونا المحل، زيزولنا حويجنا، كان فيها ضرب. مرة الفت كان شوية، لكن المرة هذه ولت تطور ولت حكايات أخرى. بدوك عند المخابرات هو المرة الأولى ما كانتش، المرة الثانية جاءوا ناس وإن كان تهديد مباشر. من تعرف شكون؟ من تعرف الشرطة؟ الشرطة الشرطة ما هي الشرطة اللي خرجتي من بلدية الشريعة راح تعرف على ناس اخرين، درك راح تدخل فيها اكيد مخابرات ولا تابعين للمخابرات ولا اصحابهم ولا هما كل اوامر منين؟ اوامر من فوق من نفس هذا الانسان. هذا الانسان الشريعة ما فيهاش حتى الانترنت ما يقدرش حتى يشوف. المهم تجي اوامر من فوق يقول لك هذا الشخص زيرو، المرة الاولى زيرو، المرة الثانية اضربوا، انا ما بغيتش طير له راسه ديريكت. هذا واش يقولوا هما. المهم داو حاكموه ما كانش ما كانش ما كانش محامي ما كانش محامي. المحامي انا نطلب محامي، انا شكيت وسقسيت واحد قال لي، قلت له انت وكلك واحد السيد قال لك روح توكل على السيد هذا راه في الحبس. قلت له علاه ما جيتش؟ قال لي انا خايف. كيفاش تخاف انت محامي وتخاف؟ قال لي ما قدرتش يا اخي، قال لي توكلت وجيت لكن ما قدرتش. قلت له صاي مادام انا فهمت. قلت له طيب انا نفهم مادام المحاكمه عندي تهكناك بلا محاكم بلا محامي. عقبنا عند وكيل العصابه انا نسميه. قلت له اعطيني اعدام اخويا بعد الهضره اللي راك تهضر فيها، اعطيني اعدام ما تهضرش معايا. قلت له اعطيني اعدام اعدموني يا اخويا. قلت له انت تمثل دوله تسب وتطيح قلت له ما كانش واحد فيكم ياض نهضروا معاه، ما كانش واحد فيكم تسمى وكيل جمهوريه يسب ويطيح. قلت له انا سبيت في الاغنيه ما سبيتش انا. من بعد قال لي تحمل مسؤوليه. قلت له الله يسهل تربح. عندك اسم وكيل الجمهوريه هذا؟ ما عرفتش في ذاك الوقت ونسيت. في تبسه؟ سيد من كثرت اللي كلهم تتعرف على واحد، تعرف لهم على واحد تنسى الاخر. غدا تزيد واحد اخر. بعدها يعني درت 6 شهور بلا شراء، جا وقال لك خرج الملف. قال لك خرج وقال لك كون راجل وعاود. هاي قلت له الله يسهل. قال كون راجل وعاود. ايوه وعاود. كون راجل ولكن هذا اختار ماشي مع بوتفليقه. المره راح بوتفليقه. 2020 ضربت فيها 6 شهور. انت درت لابون في الحبس ولفت. 2020 جات الكونترات تاعنا. انا صاي عرفت الناس حتى اللي يجوا يدوني يقولوا لي والله عين اقسم بالله لا عين. انت يا صاحبي عليك تحوس. قلت له انت ولا راك متحوس؟ وانا ما انا واضح انا راني على واش نحوس. احنا نحوسوا على دوله قولة قانون تخلونا ترونكيل تخملوا ارواحكم ونحوسوا الناس
تعيش كما راكم تعيشوا وكما راهم يعيشوا الفوق. انتم راكم ما كان والو، ها علاش نحوس انا؟ انتم راكم تحوسوا. اركب المره هذه. نتذكر انه كان شويه الاعتقال بعنف. تغيرت الامور لا ولا تبونوا شي قري حاسي ولا العلاميه غير العلاميه. اتسكر الطريق اللي توك عليها درك ولات مناشير. درك انا فتحت الصفحه تاعي مره اخرى الخاوتنا، فتحنا الصفحه الخاوتنا وين بدات الناس يقولوا لي برا ولا بلال رانا نعرفوا فلان رانا ما قدرناش نتكلم. تكلم اخويا انت تقدر تتكلم، تكلم في بلاصتنا. ولا الناس يرسلونا هذا مثلا شرطي فاسد ولا هذا كذا، وحنا ننشروا هذا فلان وهذا فلان. انا ولات مش قضيه تراب فقط، انا ولات قضيه تراب وتدوين ودخلت فيها حكايات. امشينا في ريفاو ما لقاو والو. انا راني ما كنتش مواطن هكذاك برك، كنت داير حسابي راح يجوني في اي لحظه يعني طبعا. نخاف يا رحمة الله فيهم قبل ما نخافوا نروحنا. خافوا على الناس اللي تبعث لنا اكثر ما تخاف على روحك، مسؤوليه. وكنت ندير لي فري ستايل صغار يعني، كنا ماناش محبسين في الغناء، ماناش محبسين الراب، راه دائما معانا. درت واحد الفري ستايل وين بديت انا نتذكر والله صدقني في تبسه ما كانتش الناس يقولوا يلا نديروا حيره كل، كنت ندعو للناس نقول لهم يلا يا جماعه نخرج، يلا نخرج وصاي واش راكم تستنى؟ ما بقى والو، استنى يجيك للدار، استنى يدخل لك للدار من لا عيب. يلا احنا رانا تبسه رانا معروفين وعمرنا ما طاح خشمنا في هذا يلا. مع من تهضر؟ المهم جا وقال لك تحط تحضير شنو، شكون اللي داو البوليسيه المخابرات دارك شكون؟ جد فرقه من البياري ومن الدرك الوطني ومن الشرطه تصور. وعندي كانوا عندي تصور كنت دفعتهم في ملف اللجوء، كانوا ثلاث انواع وجدوا سيفيل. سيفيل اكيد شكون اللي هي مخابرات. المخابرات ولاو هذه المره في الاعتقال. قلت لك الاعتقال رهيب جدا، الاعتقال ما نحكي لكش. وين كان الاعتقال؟ في تبسة ولا القسنطينة؟ لا في المنزل ثم في هذيك الجهة. لا في تبسة، في تبسة. واش كاين؟ قال لك صاي انت انسان ما تحشمش. قلت له ما نحشمش اسكو سرقت؟ ما نحشمش اسكو واش درنا؟ ما واحد كي تقول له ما تحشمش يعني راه دار حاجه عار، ما تحشمش راك درتي. يعني انا كي نقول لك باللي رانا شعب محقور وراي بلاد داخله في حيط تقول لي ما تحشمش؟ ثم نذكر انه السب انا كنت شك انه هذيك النهايه يعني عن طريق الضرب والسب وكذا، قلت هذه النهاية. لكن دائما تتفكر انه انت ما كنتش تدير في حاجة غلطة تقول لا ونوصلت وصلت يلا انا ماناش خير من اللي فاتوا، ماناش خير من اللي يلا ما احنا درنا حاجة. حتى كي توقف قدامهم توقف وراسك مرفوع انه انت ما درتش حاجة غلطة ودرت حاجة وتحديتهم كل. ونتذكر في ذاك الوقت راه كان غير فوجي هذا مغني راب من بجاية، راه ما كان حتى واحد يغني ويهضر، كان فقط انا وفوجي حتى لطفي. لطفي في هذه كان خرج نحكي لك على اللي في البلاد. لطفي اوروبا راه داير حاله. نتكلم لك على في البلاد راهي خطر جدا باش تتكلم وانت تعرف استاذ يعني مستحيل. مستحيل. المهم داروا لنا قال لك انت صاحب امير ديزاد وانت صاحب فلان وصاحب علان. قلت له لما معليش انا صاحب امير ديزاد يعني
قبضت عليا اني عندك دليل انه انا نسرب معلومات الامير. امير راهو يتبع الاغاني تاعي يقول لي كيما لي فان كيما كاع لي فان تاعنا اي واحد عنده ناس تتبعه وراه المشكل ما تتوسوس انت كي تلقاني درك يقولك مع واحد مجنون يتوسوس في البلاد يقول لك هذا مخابرات هذا تبع المخابرات على المخزن ولا ايش سموها هذه ما فهمتش انا هذه الكلمه ولا مصاب ولا ما عرفتش درك يقولك تهضر مع حيط يقولك الحيط فيه ميكروفون ما فهمنا ضرب فيها 6 شهور في 2020 اضرب على قلبك هذيك 6 شهور زي اللي قبلها واش من سجن جوست 6 شهور ضربنا رحنا لتبسة ديركت وتبسة وين وين تبسة راهي فيها الكنزيان فيها كذا قعدنا وين السنترال تاع البيري يا خويا انا وش راح تقول له تقول له بالسيف خرجني يديني الهبس انا قلت لهم قداش مره هذا راه خرق القانون عند السنترال تاع البيري راه خرق للقانون يا ودي واش راني واش راني ندير في السنترال عندك يا اخي لا ما يجيش لانه ما عندوش باش ما عندوش هو باغي يقاضيك على انه انت سرب معلومات وكذا وكذا وما انا ما كانش وين راه الادله يلا خرج شويه يحشم يقول لك على جال الغناء درك عاد يدخلوا على الغناء جميله بنت يدخلوها على الغناء يدخلوا على الغناء في 2021 يعني من هذه الشهور تلقوك زدت طبعا رجعت وظن خرجت هالغنيه هذه قول راك ملعون يتبون رئيس رخيص ومزور تبون جابوه العسكر الشعب يتذكر روسي بأسبوع عبارة دولة ديمقتاتورية ما تحبش كلمة حرية تحب لعبة تحفظ الميم كيف الحساب السياسية شعب مخلوب شعب مشروع ما تحشيلوش بالوطنية المخ منك مفت من السياسة المعكرونية احنا قلنا مدنية هم يحبوا عسكرية شوية بطوط باديسية خوية عشق عبودية هجرونا قمعونا بنا وجبانا في السيلونا كرهونا في البلاد كل عبيد هم يحبونا خاضونا خوتنا فيتين زواتين خرجوا يقولوا مظلومين صبر وحمد كلين ثورة كبيرة في الجنوب والناس في الهم تعيش انت صح اكبر طحان كان التوى ما فهمتيش حبوا يرجعوك لسنوات السعيد والطفيل راحوا شراوا الاعلام يحسبوا الشعب مش راح يفيق خوتنا في الاحباس ما عليك معولين ما لكونوا صامدين باذن الله منتصرين مش ماردين عاسين على السيستم خرجين احنا اللي فتحناها السلطة ما حفظناش الميم سياسيين لحسين تكل منافقين الحراك الشعبي حر بوليتك الى الجحيم مش ماردين كلام ثقيل بزاف مقطع من الاغنية تاع نظام العصابات هذه بأفواه تاعهم هما صنفت من أخطر ما تغنى في الراب ولا في الراب في الجزائر ولا غير اللي خرجت في 2021 أواخر 2021 أواخر 2021 تقريبا قلنا لا جاورفتو جاورفتو شيء طبيعي هنا لقاو أمور اللي عندهم هما قال لك إرهاب وقال لك كذا علاش لماذا كان واحد الشخصية ذكرتهم في بداية الأغنية اللي كان هو بيكو اللي كان هو أمير ديزاد واللي كان محمد عبد الله الله يطلق صراحة وراه في البلاد وراه حلو هنا قال لك خلاص أحكمناك سلام صاي قال لك هذا أحكمناك وفي الأغنية كانت حاجة أخرى هي البارتي الاخر تاع الاغنيه كنت جبت الشرطه والشرطه قلنا باللي يخدموا عند ماكرو يخدموا عند ماكرو يخدموا عند العصابه والشرطه تاعنا عصابه كذا 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 لي جينيرو منا وحبت قلت عندي رخيص هكذا ذكرت بها قلت جابوه العسكر وكذا وهذه وحدها وهذيك الاغنيه اشتقوا منها تقريبا 5 قضايا ما زلت عندي الملف راهنا قضايا داروا لي 5 قضايا من الغنيه من الغنيه من الغنيه جبدوا 5 قضايا يعني حلبوها وخرجوا البن وخرجوا الاخر وخرجوا الاخر كيما الاخر فهمت طيب المره راح تبدلت المره جاوني من الشريعه
للسنترال من السنترال للعاصمة ديريكت كي بدينا نلعبو هذه ما حكيتها حتى لواحد. طيب هذه ما الحكاية أول مرة قبل ما نلحق المركز هذا نزير. انا ما تزير انا ما رحتش حتى الكوميسارية في الجزائر كي دخلتها من الباب الكبير ديركت المركز عندها ديركت داروا لنا هذاك الواحد لك حل على راسه هذا ما قلت له راه تعدمونا ولا على الاقل نهبطوا نتنفسوا شويه ومن بعد قال لك كلمه ما كاش يلا مشينا حل باب منا طلع هبط نشفلها انا كي يجي الداخل نحس بالفوضى الداخل ارواح جبناه وانا عارف هذا الشيء يعني لما تكون تم تعرف انه هذا نوع من الترهيب والتخويف يرهبوك ويخوفوك وانا هذا الشيء فات عليا ما عادش عندنا خلاص عندك واش راه تخوف انت باكسيناو يعني خدمت باكسا من 2017 و19 و20 عام عامين وانت عندهم دونك خلاص وين راه الخوف انا ممكن راني جاي قبل انا راني قبل بعض الاعضاء اللي عندهم هنا في الفرقه راني قبلها راني قديم عليك انا قبل ما يجيبوا هذا ينصبوهم انا ديجا راني جيت هما ما كانش فهمت ايا نحى الغطاء كاين فيهم واحد ولا زوج كانوا لابسين كومبا والاخرين كانوا سيفيل وكنت في كرسي رجله مكسره يعني حتى كرسي ما عندكمش يعني من هذا المنبر نقول لكم ما يبالي كرسي ما كانش قاعدين في كرسي رجله مكسره وبداو انا نذكر كان واحد قاعد من وواحد من نهضر مع اللي من هنا يضربني اللي من هنا نتلفت له واخر يقول لي اني نهضر معاك نقول انا نهضر مع هذا ولا انت ما فهمنيش زيد نهضر مع هذا درك هذا بقينا هكذاك المهم زاد تعبت خلاص نهار كله انت تهضر معاه هاني خاطي يا ولدي هذا الشيء لك تقولوا فيه راه خاطيني انا تاعي ها هو واضح باش تقول لي انت تابع لزيطوط وتابع الفلان انا ماش تابعها انا في القناه تاعي في الفيسبوك كاتب ما تابع حتى الواحد ماني تابع حتى جناح انا راني نكتب وحدي ندافع على الشعب والسلام عليكم عندنا مبدا ماشيين عليه ما نبدلوش ومانيش نبدل لكن انت تظن انه انا باش راني تبدلت في 2017 مانيش متبدل انا باقي كيما هك حتى يدي الله امانته زاد دخل واحد من بعد وانا في حاله يعني خلاص ما بقاش انا نذكر انه راح نطيح قال لي يبدا احكي لي من الاول انا هذا وين جيت انا ما حضرتش من الاول مش لا كيما هيك يا ولدي قلت له يا درك انا قلت له ها وسقسي هذا درك احكي لك اي نشفه ضربني برجله هنا مع الكرسي مكسر خلاص زدت طحت من هنا السلام عليكم بدا تحسب رقدنا والما كانش يا جماعه راهو الشيء اللي راكم ديروا فيه نورمالمون ديروه سعيد نورمالمون ديروه للسلال والسلال لا رانا ما رانا الشيء نورمالمون تفيقوا انه احنا رانا ما قلنا غير الشيء الصحيح ما سرقنا ما كذبنا واللي لازم ينقال ولكن ما تقولوش فانت جبان لازم تهدر وهنا المنطقه هذه تجيب في البلاصه هذه تجيبوا فيها غير اللي راه ساكت اللي ما يهدرش تجيبوه هنا تضربوه تقول له اهدر اخرج ولكن برشا من سكتك هدرت تبون رخيص وانتخابات مزوره ويا ابو صباع ويا ابو كذا لكن ما كذبناش الا غالب ما كذاك هو اللي كاين احنا حاجه ما انا نبدا تاعنا ما نزيدش غرام لو كان ما تزيدش غرام صح شحال بعد شهرين عندهم شهرين ونهد فيهم باليوم شهرين يعني واش قاعد دير شهرين يعني. شهرين هذيك واش معناها شهرين كانوا يتشاوروا واش راح يدير درك السيد تعذب تضرب وصل للموت خشمه مكسر ظهر مقسوم واش غادي نديروا درك خرجوه راح يرجع هذا راح يرجع اكيد راح يرجع للغناء وعاد يرجع وزيد يجبد في الغناء تاعو الشيء اللي صار له اليوم وهذه قلت له انا بعد ما كملوا كل قال لي كيفاش انت ما تترباش وانا مربي لكن التربيه اللي تربيتها انه انا ما نسكتش
هذه مشكلتي انا. كرا تقص لي لسان اخويا راني نهضر لك بطريقه اخرى، ممكن تلقيني نرسم حل غير قتلني، ما عندي حتى حل. تبرمج محاكم، قال لك ندير لك محاكمه ونفوتوه للسجن. طبعا انا عندي كيف بعضها في محاكمه ولا تروع زي بعضها، ما عنديش مشكل، لكن انا نعرف انه لو دخلنا الحبس ما عندكش كيفاش تكمل. انا بغيت نكمل، ما كانش الحبس، وانا في ذاك الوقت في ذاك الضرب قلت صاي لازمني نعاود نرجع اقوى واقوى واقوى، لكن مستحيل تكون انت اقوى. دخلنا عند قاضي تحقيق، شاف الحاله كيفاش، ممكن جامي فات عليه حاله كيما هذيك، شافك مضروب كذا، ما كي ما باش يتناقش معايا، ما يلقى ما يتناقش، قال لك هذا كملوه صاي ما بقاش. قال لي نعطيك واحد الحل، اللي غادي تتحاكم ونشوفوا كيفاش. درت المحاكمه تاعي، حكموا عليا بسجن مده عامين تقريبا وغرامه. وقال لي تقدر تكسر الشراع، كسرت الشراع عاودوا قال لك خرجوا ومن بعد نعاودوا نرجعوا باش نديروا له اعاده محاكمه، ولا ما فهمتش انا كيفاش تكسر الشراع باش ترجع تكسر الشراع، لانه ذيك الحاله اللي راني فيها ما تسمحليش حتى نوقف نتحاكم انا والو. ثم جاتني الفكره، ثم بعد جاتني الفكره، واش درت؟ حكموا عليا كسرت الشراع، روحت قلت صاي هذه ما فيهاش هضره، لازمني نهرب. روحت مشيت لوهران، من وهران السلام عليكم اسبانيا، دخلنا اسبانيا. انا قلت والهربه هذه والله ما حبيتها، وما حبيتش نخرج انا من البلاد، انا عمري ما خممت اني نخرج من البلاد. وكنا تواصلت معك استاذ من قبل وقلت لك، قلت لك راني مغرور، انا وصلت لهذه المرحله خلاص. كنت في وهران كي عيط لك اتصلت بيا، كنت في وهران، كنت في لوطيل، قلت لك انا ديري، قلت لي لا في خلاص راني مغرور. ونشفى لك ونتذكر وكيما نقول لهم لحقت اسبانيا اتصلت بيا، كيما لحقت اسبانيا اتصلت بيك، وانا ما كنتش نعرف هذا، كان مخوف محمد عبد الله من اللجوء وكذا، ومن وزت القضيه تاعهم وترحيل وكذا، وهي هي قضيه ملفقه تاع الترحيل هذا، وكان عندك حق تديه ما عندكش حق ما تديهش. وهذا قلت لي وهذا قلت لي نتذكر كي قلت لي ملفك ملف صحيح، عندك محاكمات، عامين حبس، حكم نهائي، اثار كذا منا منا منا، وهذاك يثبت ما راك تقول فيه. اذا رحت لبرشلونه، ثم دفعت في برشلونه اللجوء، طيب كلش حكيت لك انه صحيح وصلنا لاسبانيا وكذا، لكن الصدمه الكبيره انه تتعرف على الناس اللي كنت تدافع عليهم في البلاد وتغني عليهم، حابين يزيدوا يورطوك اكثر واكثر. كان نجبدهم خليهم برك. انا ما والله العظيم انا والله مانيش باغي نجبدهم اصلا، ما عليه خليهم ما نذكرهمش. علاش ما نذكرهمش؟ لانه انا دائما نقول لهم انا ذكرتهم وخلاص، لكن دائما نقول ما ندخلوش صراحه اللهيو تلهينا العصابه هذيك في مشاكل. هما انكشفوا انكشفوا الان، راه انكشفوا مزيان يكشفوا. خلينا منهم دوك، حنا نشوفوا انت قعدت عام ونص باش خذيت اللوجو. مع قوه الملف هي اللي تكلمت، قوه الملف والاثباتات والادله خلفك صحيح، ما فيه حتى شيء الاخر، كل شيء بالدليل. اللي عنده حق راهو يديه هنا، رانا ما عنديش فيه. عندك حق لو يديه ما عندكش انت، اقل من عام ديت اللجوء، اقل من عام، اقل من عام خديت اللجوء، اقل من عام ديت اللجوء تاعي. انا والله بانت لي بزاف باسكو كنت نتبع في القضيه تاعك، على بالك بانت لي عميد من ديت اللجوء السياسي. انا ما علنتش في الوقت هذاك، ما علمتش باللي انا مالي، كان مازال خصك الجواز، وكان مازال خصو شي حوايج كثيره استاذ، اللي كان لازم نتسطر على الموضوع، لانه موضوع حساس، انت مازال ما ديتش الوفاء كلها، خاصك تسكت. انا بالي
المهم انت اليوم خلاص خذيت لجوء سياسي، عندك جواز سفر تاع لاجئ سياسي اسبانيا، نشوف فيك عاود رجعت. رجعت حليمه لعادتها القديمه. ربنا هو استاذ، انا ما حبستش، انا صح طولت شوي. انا بعد قلت لك هذيك الفتره، قلت لك يا ودي تريض دير امورك ومن بعد. ايوا هذه اللي هذه مره قلت للناس، قلت لهم الانسان اللي صحيح ونظيف راه ما خصوش يبعث الناس للهاويه، خصو ينصح ويقول له يا اخي انت مازال ما عندك والو، ما تروحش تصدم في حيط ديريكت، ادي معاك باغي تطيح الحيط، ادي معاك المارط وروح، ماشي تدخل فيه بوجهك. المهم قعدنا حتى تحصلنا على كل الوثائق اللي تسمح لها، ورجعنا ولا كيما قلت لك احنا ما بطلناش باش نرجعوا، عاودنا. وانا كنت في هذه الفتره كنت نوجد اغاني تاعي، كنت نحط في هذه الاغنيه الفلانيه هذه كذا، لازمها اللحن الاستوديو وين راه، لان مش بدلنا بلديه بلديه، رانا بدلنا من بلاد لبلاد. فين بصح ما بقيتش في الشريعه تحوس شكون يسجل لك. برك كاين برك راح تضرب برك الهواء راه يشوفوا كوارث اخرى برك. برك ثقيل على كل ان شاء الله، نتمنى لك التوفيق. نظن باللي كاين برمجات تاع قناه يوتيوب بديت فيها، الجوالات تعمل جوالات في اوروبا باش توصل صوت الشعب الجزائري. انت دير مسؤوليه كبيره، ومازال يعني ان شاء الله القدام، وهذا درك يزيد الكفاح ضد هذه العصابه هذه ان شاء الله. اكيد وانت موفق، والشعب الجزائري كله يفخر بك، انت فخر الشعب الجزائري. وسكان الشريعة نقول لكم جابت الشريعة بكري، ما زالت ولادة. ربي يبارك فيك أستاذ، بارك الله فيكم، بارك الله فيك بلال، وإن شاء الله لازم نلتقيو مرة أخرى ونزيدو نحكي. أوكي، اسمح بلال، بارك الله فيك.